ليس هذا جيداً، لا أريدها هكذا. على ممر جبلي قريب يستخدم تورد وأندري أشجار باتولة رقيقة لتثبيت نظام سحب، بينما يحاولان إخراج شاحنة القمامة. كان تورد على وشك أن يبدأ الرفع عندما لاحظ مشكلة هددت بجعل عملية الرفع غير آمنة. التفت بكرة السحب، ربما لأننا نربط الأسلاك بطريقة سيئة، أو لا أعلم تماماً ماذا حدث، لكن علينا إصلاحها. لا أريدها هكذا، يجب أن ننجز العمل بأمان وعلى نحو جيد. يتحطم سلك الرافعة الملتوي بسهولة، إنها مجازفة إضافية لا يريد تورد خوضها. سأديرها لك. يتحققان مجدداً من كل تفصيل أخير. إن تحطم أي شيء وسط عملية السحب، فربما تتحطم شاحنة القمامة في الخندق. هل تحتاج إلى خطاف أكبر؟ هل تريد واحداً أكبر؟ لا أظنك تمتلك واحداً أكبر. لكن إن أدرتها... أجل، ربما تنجح. هذا هو الأمر، إنه رائع جداً. هل أنت راضٍ؟ أجل. هل أنت راضٍ؟ ليس من السهل جعلك سعيداً اليوم، لكن من المستحيل جعل أمان عملية الرفع يفشل. لذا يطلب تورد من أندري أن يستمر في المراقبة. أرسلت أندري إلى الأعلى لأنني أريده أن يقف ويراقب الشجرة، لأن علينا أن نكون حذرين. يجب أن يثق تورد الآن برافعته ويبدأ بالرفع. تبدأ شاحنة القمامة التي تزن 25 طناً بالتحرك إلى الأمام. قف قف قف! أوقفها! سنضع سلسلة هناك ونأخذ القليل أكثر. لا يدع تورد مجالاً للخطأ. يجب أن تتحرر الآن عجلات سيارة القمامة الخلفية، لذا يضيف أندري مزيداً من سلاسل الثلج ويعدلها لتناسب على نحو مثالي. نعم، مثل المحترفين. أجل. وبعد ذلك يمنح تورد السائق تعليمات دقيقة. وبعدها يمكنك على هذا النحو مع العجلات وإلى الخلف قليلاً. من المهم جداً أن نتعاون معاً. رأيت كثيراً من الحوادث على هذا. نعم، توقف. يقف تورد الآن في مكان آمن إذا أفلت السلك، ثم يبدأ بالرفع. جيد جداً، أنت محترف. أندري، إنه رجل جيد، سنخطفه. كان هذا الرجل رائعاً، لقد أصغى إلى ما أقوله. إنه يفهم ما نفعل، يفهم أننا نعمل ويعلم كيف يفعل. رجل جيد. إلى اللقاء. أنجزنا عملية الإنقاذ، كنت سعيداً.